غدار دي نيوز. من باريس نستقبل ضيفي الأستاذ عادل التيفي المؤرخ والناشط السياسي. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا مرحبا بالمستمعات والمستمعين. شكرا لك. معك نحاول نفهم لماذا هناك متابعة كبرى من قبل كل الدول الأوروبية للانتخابات الأمريكية، لكن في عند الإعلان عن النتائج كانت هناك يعني نجم نقوله صيحات فزع من قبل حتى بعض الرؤساء، لأنه شفنا إيمانويل ماكرون آخر مرة قال في آخر اللقاء قال لو موند اي في دو كارنيفور هيربيفور، وبعد في إشارة يقول جني با انفي دو ليسي لوروب كوم ان فورميدابل تياتر ابيتي بار دي هيربيفور كو دي carnivores sont leur, selon leur agenda viendront dévorer يعني في هذا الوصف هل لهذه الدرجة تخشى أوروبا من السياسة الجديدة التي سيتجهها أو ينتهجها معها ترامب؟ شكرا. هو في الحقيقة ما قاله إيمانويل ماكرون هو ما يفكر فيه دونالد ترامب، لانه دونالد ترامب يعني انت طرحتي في السؤال نتاعك منذ البدايه قلتي علاش الاهتمام، هو لسببين. السبب الاول انه نعرفوا انه كل ما يحصل في الولايات المتحده عنده تاثير على العالم كامل، وبين النظر يعني لاسباب اقتصاديه، اسباب عسكريه، امنيه، جيوستراتيجيه، حتى تكنولوجيه. يعني التغيرات اللي جينا الكبيره جينا من جوجل، جينا من لي ريزو سوسيو الى غير ذلك، يعني مساله طبيعيه. لكن كان قبل وقت كان الصراع بين اليمين التقليدي المتمثل في الجمهوريين في توجههم التقليدي والديمقراطيين كان عادي جدا، معناها ما فماش اختلافات كبيره. توا شخصيه ترامب فعلا اني تطرح اشكال كبير، لانه ما هو جاي من عالم السياسه، جاي من عالم الاعمال، يعني من العقارات بالاساس، ثم بعد مشى للاعلام، وانسان حتى مشاريع غير ناجح في الحقيقه. لكن نظرته للسياسه ونظرته للعالم فيها راديكاليه كبيره، وفيها يعني خوف طبيعي جدا من الحلفاء التقليديين. علاش؟ لانه لسببين. السبب الاول المعروف هو تعرفوا الشعار نتاعو هو امريكا فيرست، الولايات المتحده اولا، وهو من اكبر تقريبا السياسيين الانعزاليين بعد الحرب العالميه الثانيه. يعني هو بالنسبه ليه، ولكن مشى في اكثر، مش حتى يعني منطق انعزال السياسه الامريكيه للاهتمام بالداخل فقط، مشى يعني في اكثر راديكاليه، بمعنى انه تحبنا ندافع عليك تخلص تدفع، وهذا تعامل به في الحقيقه مع بعض الدول. اذا نقطه الانعزاليه هذه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي هي مهمه اني علاقته ببعض الانظمه اللي هي وراءت توترات في العالم، كما روسيا اللي يعني بدخولها في اوكرانيا، كما شو اسمه معناها كوريا الشماليه، حتى مع الرئيس الصيني عنده علاقات معناها تقارب، ومعناها تنجم توصل حتى مش صداقه، لكنه هو إليه فاسيني، يعني ينجذب لكل مظاهر القوه في السياسه. هو دخوله اصلا في السياسه لانه يؤمن بالقوه بالاساس، يؤمن بقوه الدوله. لكن هذا لا يعني كذلك، هذا لا يعني عدلتي في ان اوروبا في عهد بايدن يعني كانت مصطفه وراء الاداره الامريكيه واللي خلتها تنخرط في حرب، يعني هي فيما بعد تبين انها عملت اثار سلبيه على الاقتصاد بعض الدول الاوروبيه على غرار المانيا التي اكثر الدول اللي هي توا في القاره الافريقيه القاره الاوروبيه مضره. يعني ربما هذا سيكشف زاد الغطاء اللي متخبي وراه اوروبا في تواجدها وفي معناها ضعف. اي بالطبيعه هو نجاح ترامب خلى الاوروبيين، وعلاش ماكرون تكلم هكاك ولا حتى رؤساء اخرين، فاقوا انه تعويل هو في الحقيقه راهو حقق للحق ماهوش جديد، على الاقل بالنسبه اللي نعرفه عند ايمانويل ماكرون من قبل، وكانوا البعض في الحزب الحزب العمال في
في بريطانيا يقولوه، ولكن ماكرون قالوا من قبل، راهو معناها حتى في عهده الرئاسيه الاولى وقت حكاه هو اول من بدا يحكي على اوروبا، يعني الدفاع الاوروبي المشترك الى غير ذلك. على كل توا ترشح ترامب، نجاح ترامب وصوله للرئاسة فعلا خلى يعني الأوروبيين يحسوا إذا في حالة ما ترامب أوقف المساعدات يعني على أوكرانيا أصبحت أوروبا مباشرة في مواجهة الخطر الروسي ويلزم التعول على روحها، ولأنه يعني أغلب السلاح الأوكراني يجي من 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 أمريكا، حتى أكثر الصواريخ تطورا اللي وصلت لأوكرانيا اللي هي صواريخ فرنسية وصواريخ بريطانية، الفرنسيين والبريطانيين يعني موافقين أنه يتم استعمالها حتى داخل التراب الروسي، ولكن القانون الأمريكي يمنع على أي دولة تستعمل سلاح فيه حتى مكونات، بعض المكونات فقط أمريكية، وبما أني الصواريخ هذه فيها مكونات أمريكية خلت أوكرانيا ما تستعملهاش، يعني كان في إطار ضيق بتشوفوا معناه حجم الوجود الأمريكي طبيعي جدا. وهذا بان روا على فكرة في القمة السياسية الأوروبية الأخيرة في بودابست يوم 7 نوفمبر يبدو لي هكا، بين يعني كلام ماكرون وبين من الواحد هناك فما خوف، ولكن المشكل الأخطر أن أوروبا أبا يعني بغض النظر على توجهات ترامب والخطر إلى غير ذلك وضرورة بناء يعني أوروبا دفاعية مشتركة إلى غير ذلك، المشكل أن أوروبا غير موحدة لأنه يعني عندك فيكتور أوربان في المجر اللي هو قريب معناه بالنسبة تقريبا هو ترامب يعني أوروبا يتسمى نعم يمثل على أنه عبارة على شخصية ترامب الأوروبية لأنه هو ولا عبارة على شخصية ترامب قريب جدا من فلاديمير بوتين. عندك الحزب متاع في هولندا متاع جيرت ويلدرز اللي هو في الانتخابات يظهر لي هكا في جويليا اللي فات ولا جوان اللي فات يعني شارك في الحكومة اللي هو من نقصة اللي اليمين. عندك صديقتنا نحن في تونس اللي هي ميلوني في إيطاليا اللي هي كذلك قريبة من فلاديمير بوتين، وهذم بكلهم كانوا فرحانين برشا بصعود ترامب. علاش؟ لأنهم هذم بكلهم ما همش مقتنعين بالبناء الأوروبي ويعتبروا معناها فما دونك هذه نقطة مهمة جدا، فما انقسام أوروبي. المشكلة الأخرى وانت أشرتي لها أنه اختلاف الاقتصاديات الأوروبية. ترامب مثلا قالها مباشرة، قال باش معناها باش يحمي السلع أو السوق الأمريكية باش يفرض أداءات بعض على السلع اللي جاية من الخارج، وفي الحقيقة راهو يقول هكا لكنه صعب جدا باش يطبقها كان على بعض المواد، لأن إذا كان أمريكا بيدها تتعرض لنفس المعاملة بالمثل باش تصير لها حتى هي واضح. أزمة واضح. شكرا لك. المشكل وين لهنا؟ أنه خاصة ألمانيا سياراتها الأغلبية خاصة الصناعات الميكانيكية بكلها تصدر الولايات المتحدة. يعني أول دولة ربما تتضرر من ترامب في الترفيع هي يعني ألمانيا، صناعة السيارات. والاقتصاد الفرنسي مختلف، هذاك علاش قلت المشكلة سيكوريتير يعني أمنية يعني عسكرية، والمشكل كذلك اقتصادي. ونزيد بربي يزيد نقطة أخرى اللي هي في صالح معك ترامب وتخلي معناها يعني البلدان اللي هي قريبة لبوتين عندها إمكانية وتخلي بوتين في أريحية، هو أن فرنسا في أزمة سياسية بعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك العمود الثاني للبناء الأوروبي اللي هو ألمانيا دخلت مؤخرا بعد ما تم عزل وزير المالية وانفجار معناها التحالف اللي كان موجود، دخلت فيه يعني عدم أو في يعني مرحلة معناها ضبابية سياسية في انتظار 6 أشهر معناها باش تتوضح الأمور. فالمرحلة هذه مرحلة خطيرة جدا بالنسبة لأوروبا. شكرا لك أستاذ عادل تيفي، كنت معنا من باريس المؤرخ والناشط السياسي. مازلنا معكم في جو إكسبريس في قراءة أخرى من منظور آخر مع ضيفنا الموجود معنا بالاستوديو.